السلام عليكم. بهاي المحاضرة راح نحل مجموعة من الأسئلة بالبروبلم 2 اللي موجودة عندكم بنهاية الفصل الثاني أو الشيت الثاني، وهي هاي فرصة لكم إنه تراجعون المادة اللي أخذناها بالشيت الثاني. بروبلم 2 عندي 4 مسائل مثل ما موجود هنا قدامكم، 4 أسئلة راح نحل سؤالين. خلينا نبدأ مباشرة بالسؤال الثاني، خلي نقرأه، يخص الـ Universal Motor. Universal Motor نعطيه قيمة المقاومة والمحاثة الـ L نصف هنري. ها طبعا بالبداية خلي أذكركم بالـ Universal Motor، هو هذا AC Series Motor، يعني التركيب مالت الـ Construction يشبه الـ Series الـ DC Series Motor، لكن من الممكن أن أشغله على تيار مستمر DC أو تيار متناوب. فبهاي المسألة راح نشوف تشغيل هذه الماكينة بحالة التيار المتناوب بحالة التيار المستمر. فهنا دا يقول لي إنه ربطنا هذه الماكينة أو شغلناها عند 250 فولت DC، بدأت تسحب تيار 0.8 أمبير، وسرعة الدوران مالتها كانت 2000 RPM. المطالب estimate its speed and power factor، يعني قدر او احسب السبيد والباور فاكتور. اذا شغلنا الماكينه عند 250 فولت 50 هرتز اي سي سبلاي and loaded to take the same current، يعني التيار يكون متساوي بحاله الاي سي، بحاله تشغيل التيار المتناوب التيار المستمر. يعني الفكرة من هذا السؤال انه اريد اقارن بين عمل هذه الماكينة في حالة تشغيلها بتيار مستمر وبحالة تشغيلها بتيار متناوب. خلينا نروح للحل. هذا هو السؤال الثاني. الكوفلنت سيركت مال اليونيفرسال موتور هي هذه، انا عندي ارميتشر والمقاومة مال ارميتشر ار اي والاندكتنس مال ارميتشر الاكس اي. هذه الإكوفالنت سيركت في حالة تشغيله بالتيار المتناوب. نفس الإكوفالنت سيركت ممكن أن أستعملها بحالة التيار المستمر بحالة الدي سي، بس شنو الفرق؟ هذا الاتش راح يختفي، لأن أنا أعرف بالتيار المستمر الاتش أو الملف ما راح يكون له أي تأثير، فأقدر أرسم دائرة مكافئة ثانية لحالة تشغيل المحرك اليونيفرسال موتور مالتنا عد التيار مستمر فقط، ألغي هذا الكويل أو الاندكتنس. هو ناطين سرعة التشغيل بالـ AC operation وريد عفوا بالـ DC operation، ونريد نطلع السرعة بالـ AC operation. الحل شلون راح نبدي؟ أحاول أطلع قيمة الـ EMF. أول شي راح أبدي بالـ AC operation، قلنا هاي الدائرة المكافئة. هاي الدائرة المكافئة ممكن أن أرسم لها الفيزر دايجرام. فيزر دايجرام هو هذا، عندي الابلايد فولتج في، اكيد تيار الارميتشر راح يكون متخلف او متاخر بزاويه مقدارها ثيتا، ما اعرف هاي الزاويه شقد، وبالتالي الابلايد فولتج هاي 250 فولت راح تساوي لي مجموع هاي الفولتيات، الفولتج دروب على المقاومه، الفولتج دروب على المحاثه، اضافه الى الاي ام اف. بالاي ام اف او بالاي ام اف تكون الفارق الطولي بينها وبين التيار صفر، كذلك بالمقاومة فارق الطولي بين الفولتج دروب والتيار اي اي يكون الفارق الطولي صفر، بينما بالمحاثة التيار يكون متأخر بزاوية 90 درجة عن الفولتج دروب اللي موجود على طرفي المحاثة. لذلك راح يصير عندي الكوفيلنت سيركت بالشكل التالي، نلاحظ انه الفي راح تساوي مجموع المتجهين، المتجه الاول اللي هو اي اي اكس اي زائد المتجه الثاني اللي هو اي اي ار اي، يعني هذا الفولتج دروب على المقاومه زائد قيمه الاي ام اف. ونلاحظ انه اتجاه هذا المتجه هو بنفس اتجاه التيار، مثل ما قلت لكم الفولتج دروب دول المركبتين مال الفولتج دروب نفس الاتجاه مال التيار. تلاحظ انه هذا الخط هذا الفيكتور هو متوازي مع هذا الفيكتور، بحيث هاي الزاويه ثيتا نلاحظ هي نفس الزاويه ثيتا هنا. الفولتج دروب IAXA يكون متقدم عن التيار بزاوية 90 درجة، هذا هو الفايزر دايجرام.
راح اطلع قيمة الاكس اي، الاكس اي هي عبارة عن 2 باي اف في ال، طلعت 157 اوم. قيمة الفولتية اي اي ار اي ايضا طلعتها، اي اي اكس اي اطلعها. فهسه هاي كل المقادير صارت معلومة، هذا معلوم وهذا معلوم. عندي واضح هنا مثلث قائم الزاوية، هنا هاي الزاوية قائمة، فأقدر أطبق قانون فيثاغورس ومن خلالها أكتب هذه المعادلة، هاي المعادلة المؤشرة هسه باللون الأزرق، هذه هي معادلة الفولتيات. شنو اللي معلوم عندي؟ عندي الفولتية معلومة 250 فولت، نعطيني إياها بالسؤال. هذا الفولتج دروب اي اي ار اي أيضا حسبته، اي اي اكس اي حسبته. فقط الشيء اللي ما محسوب او ما معروف لحد الان هو قيمه الاي ام اف، وهنا الاي ام اف خليت لها رمز اي سي، لان انا دا اشتغل الاوبريشن مال المحرك هو اي سي. من خلال هاي المعادله راح اقدر اطلع قيمه الاي اي سي اللي هي 192.6 فولت. هذه هي قيمه الاي ام اف للمحرك لليونيفرسال موتور لما دا يشتغل بالتيار المتناوب. ننتقل الى الدي سي اوبريشن. كيفية احتساب الـ EMF راح يكون أسهل بشكل كبير، مثل المعادلة اللي كنا نستخدمها لما كنا نحل الأسئلة مال الـ DC machine. الـ EMF شو تساوي لي؟ V ناقص IA RA راح تطلع لي 226 فولت. هذه معادلة أكيد مرت عليكم بشكل كبير. عندي أقدر أسوي نسبة وتناسب بين E1 على E2، تتذكروها تساوي N1 على N2. الحالة الأولى راح أخذ هي الـ AC، فـ EAC على الـ EDC تساوي للسرعة بحالة الـ AC على السرعة بحالة الـ DC. كلها معلومة، فقط عندي السرعة في حالة الـ AC غير معلومة، راح تطلع لي السرعة 1700 RPM. لو أشوف إنه بحالة الـ DC كانت سرعة الدوران حسب ما طيّات السؤال قال لي إنه سرعة الدوران هي 2000 RPM، بينما في حالة الـ AC صارت سرعة الدوران 1700 RPM. يعني المحرك اليونيفرسال موتور يدور في حالة تشغيله بتيار متناوب بسرعة أقل من تشغيله بحالة التيار المستمر، وحتى الكفاءة ما تقل نوعا ما، والأوتبوت باور ما تقل. يعني تشغيل هذا المحرك بالتيار المستمر يكون أفضل من تشغيله بالتيار المتناوب. على العموم هو محرك جيد جدا، وينطيني فد خاصية ما موجودة إلا فقط في هذا المحرك، إنه محرك قادر على العمل بتيار مستمر وبنفس الوقت يشتغل بالتيار المتناوب. المطلب الأخير بالسؤال هو الكوساين ثيتا أو الباور فاكتور، مطلب من مطالب السؤال. زين هي ايش قد ثيتا؟ أنا ما أعرفها، وأني راسمها هنا برد راسم بس كقيمة ما أعرفها. راح أستعمل قانون المثلثات وأحسب الكوساين مال هاي الزاوية. كوساين مال الزاوية نعرفه من أيام المدرسة، يساوي لي المجاور، هذا المجاور تقسيم الوتر، حاليا هو هذا الوتر المتجه V، فهذا هو القانون. وراح تطلع لي قيمة الباور فاكتور 0.864، وبالتأكيد راح يكون لاج. السؤال الثاني اللي راح نحله هو السؤال الرابع. نرجع للأسئلة. السؤال الرابع يخص نوع آخر من أنواع ال عفوا السؤال الثالث انحل وهنا عم نصلحه، لأن أنا غلطان. السؤال الثالث يحكي لي على محرك من نوع الريلكتنس موتور. نعطيني البارامتر مالته، هذه هي الريتد باور 4 بول 220 فولت 50 هرتز. الريلكتنس موتور اذا نرجع، انا قلت لكم فرصة تراجعون هذا المواضيع اللي اخذناها بالشيت الثاني. الريلكتنس موتور هو نوع من انواع السينكرونس ماشين، سينجل فيز سينكرونس ماشين. شنو نعطيني بعد؟ نعطيني التورك انجل مالته، لازم ترجعون تتذكرون شنو التورك انجل. تورك انجل هي الزاوية المحصورة بين محور الروتر مع محور الروتيتنج ماجنتيك فيلد. هاي الزاوية تكون صفر ات نو لود، وكل ما احمل المحرك راح تزداد. اقصى زاوية ممكن ان تصير هي الزاوية 45، اكثر من هاي الزاوية المحرك راح يفقد التزامن، يخرج خارج التزامن. هذه هي الفكرة، أتمنى ترجعون تقروها أنتم حتى تتذكرون هذا الموضوع.
المهم هذا المحرك ده يشتغل بزاوية 30 درجة، تورك أنجل الدلتا تساوي 30 درجة. لما ده يشتغل at rated load condition، طبعا من ده يقول لي rated load condition فأقدر أستخدم هذا الرقم 8 كيلو وات، لأن هو هذا rated load condition أو rated power. لو ما ذاكر لي هاي العبارة ما كان أقدر أستخدم ال 8 كيلو وات ك output power للمحرك. المطالب يريد من عندي اللود تورك، تورك خلينا نحل هذا السؤال ونشوف المطلب وبعدين نروح نشوف المطلب الثاني شنو. اوكي، بما انه هذا المحرك نوع من انواع السينكرونس ماشين، قانون السرعة مالته او السرعة مالته هي نفسها السرعة التزامنية. قانون السرعة التزامنية طلعت سرعة الدوران مالته 1500 ار بي ام، هاي حسبتها بوحدات الار بي ام. واقدر اطلع الاوميجا اس او الاوميجا سينكروناس اللي هي السرعة الزاوية التزامنية، ومن خلالها راح اقدر احسب قيمة التورك. التورك شو يساوي لي؟ الاوتبوت باور على الاوميجا سينكروناس. هاي الاوميجا سينكروناس راح احسبها من خلال ال NS من السرعة التزامنية. ال P out احنا اتفقنا انه المحرك ده يشتغل at rated power، فاقدر اعتبر ال P out هي 8 كيلو وات. هذا هو طلع لي التورك مال المحرك 51 نيوتن متر. بهذا المحرك نعطيني هذه المعادلة للتورك، فمن خلالها راح أحسب وأحل الفقرة الثانية المطلب الثاني. خلينا نشوف المطلب الثاني شنو. أريد من عندي أحسب التورك أنجل إذا غيرت أو قللت الفولتية إلى 205. إذا شنو اللي راح يصير؟ أنا راح أقلل الفولتية على المحرك وكأنما قللت الانبوت باور، الاوتبوت باور راح يبقى ثابت، وبالتالي هاي التورك انجل راح تتغير. يعني اني هاي الحاله اللي اسويها وكانما زيادة حمل على المحرك، فراح اشوف انه هاي الزاويه اكيد راح تتغير، اكيد راح تزداد. خلي اشوف هاي الزاويه راح تعبر ال 45، اذا راح تعبر ال 45 يعني المحرك راح يخرج خارج التزامن، يعني سرعه الدوران مالته ما تبقى 1500. اذا مع هذا التغير تغيرت الزاويه بس بقت اقل من 45 درجة، فراح يبقى المحرك يشتغل بالتزامن إذا كانت السرعة أقل، إذا كانت الزاوية الدلتا أقل من 45 درجة. المهم راح نستعمل هذا القانون، هو هذا القانون الوحيد يمكن الآن اللي نعطيكم إياه بهذا المحرك. تورك يساوي لي ثابت بين قوسين في على اف الكل سكوير ساين 2 دلتا، والدلتا هي زاوية التورك انجل او اللود انجل. بما انه التورك كونستانت بالحالتين، يعني قبل تغيير الفولتية وبعد تغيير الفولتية، والتردد هم يعني ما قال لي انه هو تغير فراح يبقى ثابت، فاقدر اسوي معادلتين او حالتين. يعني الحالة الاولى اخذ بها الفولتية الاولى V1 اللي هي كانت 220 وكانت الدلتا الزاوية بها 30، والحالة الثانية الفولتية انخفضت الى 205 حسب منطوق السؤال، لكن ما اعرف قيمة الدلتا 2 التورك انجل بعد تقليل الفولتيه. فباستخدام هاي المعادله راح اقدر احسب قيمه الزاويه دلتا 2، طلعت الزاويه هي 42.9 درجه. بما ان الزاويه هي اقل من 45 درجه، هنا اذا يقول لي سينس دلتا 2 ليس ذان 45 ديجري، اذا المحرك راح يبقى يدور بالسرعه التزامنيه. لو فرضا انه الحال طالع لي الزاويه هنا 50 60 70، كان هسه التعليق مالتنا راح نقول انه المحرك راح يخرج خارج التزامن، وبالتالي بعد ما يبقى يدور بالسرعة التزامنية. هنا اذكركم بسؤال انا سبق وان سألتكم اياه، زين هذا اذا خرج خارج التزامن وما راح يدور بسرعة ال 1500 ار بي ام، شنو هي السرعة اللي راح يدور بيها؟ هذا سؤال انتم تفكرون بيه، والجواب مالته اكيد موجود بالمحاضرات.